جدا هنتكلم فيه فعلا يا هند. هنتكلم على موقف له حاله خاصه، يعني فعلا بيثبت قد ايه في وفاء وفي حب لسه في الدنيا. ازاي ممكن الزوجه تعمل اي حاجه عشان زوجها؟ ازاي ممكن تضحي بحياتها عشان تنقذ حياته لمجرد بس انه كانت عايشه بحب ومش حارمها من حاجه؟ بجد النهارده هنتكلم على حاله جميله جدا. اعتقد يا لميس انت هتقول لنا الموقف الجميل اللي حصل. بتتكلمي عنها دي يا فرح، محتاجين ان احنا نقف قدامها كتير طبعا ونتعلم منها دروس كتير. الحقيقه الحاله اللي هنحكي لكم عنها النهارده هي حاله ناديه. ناديه الحقيقه قررت انها تهدي زوجها الكبد بتاعها. يعني زوجها كان مريض، والحقيقه ان هو عانى كتير جدا وتعب كتير جدا، وعلى كلامها زي ما انتم شايفين كده، هي دي صوره ناديه اللي قدامنا واللي معانا دلوقتي. على كلامها قالت احنا لفينا مستشفيات كتيره جدا وحاولنا ان احنا نلاقي له علاج وحاولنا ان احنا نشوف اي صرفه ان هو حالته تتحسن، لان هو عنده سرطان الكبد، ولكن ما كانش في امل. وكل الدكاتره اجمعوا على انه الحل الوحيد هو زراعه الكبد. الغريب في الموضوع والمختلف في الموضوع ان مفيش حد من اهله قرر ان هو يتبرع له بالكبد. يعني كل اهله رفضوا، محدش ظهر وقال عايز يتبرع له، لكن نادية قررت ان هي تقوم بالدور ده، تقوم بالدور الانساني وتقوم بدورها كزوجة صالحة واصيلة، وقررت ان هي تهدي زوجها الكبد بتاعها. طبعا عايزة اقول فعلا نادية زوجة جدعة، مصرية جدعة، يعني يا ريت يبقى في منها كتير. عايزة اقول لكم انه نادية ثابت هي من محافظة المنيا مركز صملوط، زوجة بسيطة وزوجها فلاح بسيط، ما قدملهاش حاجة غير الحب، غير الاحتواء والاهتمام، فهي ما عرفتش تعمله ايه غير انه هي تهديله جزء من جسمها كهدية عشان يقدر يعيش وتنقذ حياته. يعني يمكن احنا النهاردة بنتكلم عن نادية عشان نقول انه كل يوم في حالات كتيرة زي نادية بتفرحنا وبتدينا امل في بكرة انه لسه الدنيا لسه بخير والناس لسه بخير. الدنيا بخير، وعارفة فرح في حاجة لطيفة جدا، انه الناس طول ما بتعامل بعض بالخير وبنية صافية من غير ما تستنى اي حاجة، بيجي اليوم اللي الحاجة دي بتتردلك. كل اللي عملته بيتردلك وانت مش عامل طبعًا حسابه اصلا. يعني نادية طبعا هي قامت بدورها كزوجة اصيلة وجدعة زي ما قالت فرح، لكن في النهاية القصة دي